طيب استاذ احمد الخضري ماشي عمر احمد احمد فتوح لا بصراحه يعني مين احمد فتوح ماشي نجم نادي الزمالك تمام ونجم جبل يسرى في مصر تمام من راضينا على فكره انا بالنسبه لي محمد حمدي النهارده اكتشاف بص انا شفت حمدي كتير جدا احلى مات شفت له في حياتي جامد جدا الواد ده على فكره يعني بديل قوي الفتوح في المنتخب بجد يعني ولا انت مش معايا هو لعب ماتشات المنتخب اللي فاتت هو لعب بلجيكا كان كويس بس النهارده كان روح مجهود يعني وحتى نقلوا نص الملعب ويردوا يعني كان جامد جدا شوف بيتغاظ بيتغاظ ليه ايوه بيتغاظ ليه رياكشنك لا وانت مش معايا في الكلام لا معاك مش معاك ازاي يعني يعني بعد فتوح هما الاثنين حمدي ولا انت يعني حمدي كمان خبراته اعلى من فتوح لا بس فتوح ايوه طبعا فتوح حاجه تاني فالكوره حاجه تاني لكن هو حمدي بيلعب من فتره كبيره جدا وخبراته وبتاع الكلام ده يعني اصل هم دلوقتي هو بعد فتوح هو حمدي طبعا يعني هو الاقدر بالناحيه الشمال بعد فتوح واللي جاي شكري اللي هو بتاع محمد شكري ده لعيب هايل بقول لك ايه ده خطا اهلاوي فادح ده لعيب هايل بس الاهلي هيسترده رسمي هيشتريه ب 7 مليون ما يستردوا دي يعني هياخدوا كان يعني في بند سبع ما هو بقول لك خطا فادح طبعا ده لعيب كبير هيبقى لعيب كبير يعني هو مبشر يعني يعني هيجي مع هيجي مع فتوح بصراحه لعيب كويس يعني لعيب طب قول لي بقى احمد فتوح مين لا هو مش زعلان هو زعلان ايه عارف انت بيبقى واحد ايه يعني بيبقى واخد جنب شويه واخد على خاطره لكن مش زعلان بقى انا زعلان راجل بيتدرب وجه النهارده الماتش حضر هو لا هو واخد على خاطره عشان ما قيل عنه ولا واخد على خاطره عشان الراجل ما ادالوش النهارده مثلا ما حطوش لا 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 ما هو واخد على خاطره من لا 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 فريرا عارف والكابتن احمد عارف في ماتش قمه لا هو الراجل لو ما عندوش قمه مش قمه اي حد بيخرج بص يا بص ما بيحضرش تمرين او اتعور او الكلام ده في دايره لازم يجي يحضرها يلفها قبل ما يرجع عمر جابر خلي بالك عمر جابر بقى له اسبوعين جاهز مصطفى شلبي بقى له اسبوعين جاهز لكن نضاي ما هو خف لكن هو لازم بيروح يرجع لمدرب الاحمال يقعد معاه اسبوع 10 ايام وبعدين يسلمه هي دوره كده بيكملها يعني ممكن فتوح مبقاش لكن مش زعلان عشان هو بره الماتش هو عارف ان هو بره الماتش طبيعي مش مفاجاه هو زعلان من الاحداث اللي حصلت بيبقى من الاحداث واخد على خاطره واخد على جنب شويه بتاع مش اكتر من كده يعني قصه مش اكتر من كده لكن ملهاش علاقه بوجوده في التشكيل من عدمه لا خالص 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 وبنسبه كبيره هيبقى موجود في ماتش الاهلي ما هو ما خشش الدقيقه ده كده ما خلاص ما هو هيبدا يخش بقى تاني يبدا يخش ممكن ما يحطوش في ماتش الاهلي اعتقد اللي هيحط في ماتش الاهلي هيبقى موجود في ماتش الاهلي ملوش بديل لا عادي ما انت ممكن تلعب ناس بتقول لك اصل نتيجه التحليل على فكره المسلوس النهارده وانا عايز اقول نتيجه التحليل يا جماعه ما بتطلعش في خمس ايام بس عشان الناس تبقى فاهمه الموضوع هتروح معامل بره مصر لا احنا يا جماعه بناخد المواضيع من على السطح اهم حاجه تطلع ونطلعه واخد مناشطات او نطلعه مش واخد مناشطات الكيد الدائم خلاص احنا بقى كل حاجه عندنا بقت كده ده اتاخد فعلا منه عينه هو وعبد الله وبتروح معامل بره وبتروح اسبانيا وبتتحلل وقصه يعني بتاخد وقت بتاخد من لعيبه كتير في الدوري وانا قلت الحلقه فتوح اتاخد منه على فكره ثلاث مرات الدوري اللي فات وكان سلبي يعني الدوري اللي فات والمره دي سلبي ان شاء الله ان شاء الله انا مش عايزينه ايجابي بالعكس فتوح باك ليفت قبل نادي منتخب مصر ونادي الزمالك ولعيب كبير طبعا يعني انك تعوض لعيب زي فتوح او حتى زي زيزو او زي عمرو السوليه او زي عبد المنعم او زي امام دي لعيبه كبيره يعني يعني الحفاظ عليها هو الايه اللي انت المفترض يبقى اقرب انما انا بقول لك بمناسبه زيزو بس يعني عشان ما يعني انا يعني البنالتي. لا يعني انا لازم مش هقدر ما اتكلمش على يعني حاجه البنالتي. يعني ده استهتار ودلع استهتار بمشاعر جماهير بمشاعر ويصدر طاقه سلبيه لزمايله في اول ضرب جزاء الكلام ده انت تعملها اما تبقى انت كسبان 5-0 لكن انت اول ضربه وتخش يعني شيكابالا يضيع اي حد بيضيع ده ضربه جزاء بس انت حاسس ان شيكابالا شيطها بجديه شيطها كويس واي بجديه ما اي حد بيضيع طبعا دي ما فيهاش اي حاجه لكن انت تدخل تتدلع وتعمل احمد الشناوي ما بيعرفش يصد ضربه جزاء على فكره خالص فهو انه يرجع ويرجع وضعيفه ويرجع ضعيفه ده هو نط وبعدين برجله فانت لا انت بتهزر لا انت بتهزر يعني. لا انت بتهزر بتهزر وبتخرج فريقك من بطوله يعني انت لو اول واحد مسؤول النهارده احمد زيزو انت ازاي انت شوط ضربه جزاء زي دي طب كابتن احمد عيد زيزو من اللعيبه اللي عندهم جديه يعني مش يعني لعيب زيزو طول عمره وكنا بنقول ان زيزو احسن لعيب وبيمتاز عن باقي اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري انه مستواه مستقر وثابت ومقاتل وعنده روح والكلام ده ومش معروف عنه الاستهتار
يعني حتى زيزو لما ضيع ضربات جزاء قبل كده وضيعها لانه وارد يضيع. انما النهارده حسينا فعلا في الركله دي ان هو داخل. هل ده ليه دي لا مبالاه؟ ما لسه اقول لك. ولا دي ايه؟ انت من زيزو ده كان مرايه الفرقه. لما بيتقال هو زيزو مرايه الفرقه، فانت تخيل المرايه عامله كده يبقى الفرقه عامله ازاي. فانت تخيل بقى يعني الموضوع ده مثال كويس. فنيا بعيد، وكمان حته لا مبالاه فعلا، عدم تحمل مسؤوليه بقى. احنا زيزو بنشيد بيه بقى لنا سنتين، هو رقم واحد في مصر في كل حاجه. انه السنه دي زيزو بيلعب كل الماتشات وما بيخرجش من الملعب، ما فيش تغييره بيطلعه، بس زيزو بعيد السنه دي عن مستواه بشكل كبير من بدايه السيزون. بيعمل اسيستات كلها في ضربات ثابته والحاجات ديت ماشي تمام، لكن بعيد عن السيزون اللي فات. لكن حته ضربه الجزاء ديت هو في لعبه كتير جدا يبقى ليها طريقه، لكن انت شايف الدنيا مش ماشيه والدنيا ملوشه مع الفرقه والامور مش كويسه، وانت زي ما بقول لك المرايه في الملعب وانت رقم واحد في ضربات الجزاء، ما انت لازم تخش بجديه. اصلا اما تخش تحطها هتدي ثقه للناس كلها. نفس الفكره في كاس العالم، تصفيات كاس العالم لما صلاح ضيع، بعدين راح زيزو داخل بعده ضيع. بس يعني هو في كاس العالم هو دخل شاط في السنغال حطها وخلاص وطلعت، لا كانت حطها على الشمال على الارض كده. انما دي حطت شيب كده، ايه ده؟ وضعيفه واول ركله والملعب متوتر والجمهور متوتر والدنيا متوتره. العكس، هو بقى فكر في حاجه تاني، ان هو دي ثقه هتبقى عنده، ولما يعملها كده وتخش هيهز الشناوي. ده التفكير اللي انا بقوله لك بقى بتاع لعيب الكوره، ده في باله هو. في باله هو. طب سؤال، اخر خمس ست ركلات لزيزو جايب كام واحده وضيع كام واحده؟ مضيع ده نصهم. نصهم. فهو مش هو المفترض مش داخل، الثقه دي بقى مش موجوده. صح، بعدين تاخد ثقه اما تبقى كسبان 2-3 مش في ضربات جزاء، فخش حطها مضمون احسن. يعني الرؤى حطها ازاي؟ شفت امام حطها ازاي؟ امام بقوه جدا، ورؤى حطها بقوه جدا. وكان مين الثالث اللي جاب؟ شلبي. حتى شلبي حطها بقوه على شمال الشناوي. شيكابالا حطها، لكن هو نط معاها الشناوي في نفس الزاويه بصراحه. انما زيزو ادى احساس للناس باللامبالاه، عكس البيراميدز برضو كان وحشه الصراحه منه. وانا بقول ان هو المرايه بتاعت الفرقه، عشان هو اكتر لعيب جمهور الزمالك كان شايله الفتره اللي فاتت. ان هو دايما حتى لو الفرقه كلها جمهور الزمالك شايله، اكتر لعيب دلوقتي بياخد فلوس نجم الفرقه يعني. طبعا. واغلى لعيب، وده عمل مشكله يعني. دلوقتي كل لعيب بيجي يجدد بيقول لك انا عايز زي زيزو. يعني انا سمعت ان فتوح بيقول لك عايزين تجدد ياخد زي زيزو.